وعلى الهواء مباشرة نأخذكم للتعرف على آخر المستجدات والمتابعات الرياضية في رياضتنا المحلية وأيضا في عموم العالم. اليوم سنأخذكم إلى كثير من الأخبار الرياضية، ربما تداعيات فوز الشرطة بلقب الدوري والتهاني التي وصلت إلى إدارته، بالإضافة إلى التهاني التي قدمها الكابتن عدنان حمد إلى فريق الشرطة، وأيضا نأخذكم إلى محافظة نينوى الموصل الغالية وآخر النشاطات الرياضية، وسنتعرف أيضا سادتي الأحبة على تداعيات ما حصل في أروقة نادي الكاظمية ومحاولة خطف رياضييه الأشبال ورد إدارة نادي الكاظمية، بالإضافة إلى المحور الرئيس هو المؤتمر الذي عقدته لجنة الخبراء في وزارة الشباب والذي كان من المفترض أن تحضر اللجنة الخماسية. طبعا سنبدأ بعد الفاصل بموجز لآخر الأخبار الرياضية. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، ونبدأ من الموجز الرياضي. إذ هنأ الكابتن الكبير عدنان حمد إدارة نادي الشرطة بمناسبة فوز النادي بلقب بطولة الدوري عبر تغريدته في صفحته الشخصية على التويتر، قائلا مبروك لنادي الشرطة ولإدارة نادي الشرطة. الدوري العراقي هو الدوري الأطول، وتمنى الكابتن عدنان حمد في تغريدته أن يكون عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري للموسم المقبل 16 ناديا، وأن تكون الفترة أقل خدمة للمنتخب الوطني. أيضا طالبت وزارة الشباب والرياضة كافة الاتحادات الرياضية بتزويد أسماء الرواد الحقيقيين الأبطال لكشف الأسماء المزيفة التي دخلت وبالتالي نخرت المنح المالية المخصصة للاتحادات الرياضية، لأن هناك لجنة تحقيقية الحقيقة تلجأ إليها وزارة الشباب من أجل إحالة المزورين إلى القضاء وأيضا إعادة المبالغ التي تسلموها. أيضا عبر رئيس نادي الرمادي عصام الدخيل عن استيائه للضيافة التي الحقيقة كانت من قبل إدارة نادي الصناعة، واصفا أنها سيئة للغاية، وبالتالي لجأ بعثة نادي الرمادي إلى تناول وجبات الطعام خارج ضيافة فريق نادي الصناعة طبعا خلال مباريات الدور التأهيلي، وأوضح أن الإدارة لم تكن موفقة في ضيافتنا خلال مباريات الدور التأهيلي. عالميا اختار نجم الكرة الفرنسية يتوج بلقب الجائزة الكبرى للسيارات في بريطانيا، طبعا هاملتون هو سائق مرسيدس، ليكون هذا اللقب هو السادس على التوالي بين أرضه وجماهيره، وانفرد بالرقم القياسي باحتلاله للمركز الأول الحقيقة تاركا ترتيب الصدارة إلى الباقين بعد أن حصل على هذا الرقم ب 223 نقطة، ليرتفع رصيده ويحصل على لقب جائزة بريطانيا الكبرى للسيارات. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية على المستوى العراقي والعالمي. إلى أهم المتابعات بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد من الموجز الرياضي إلى أهم المتابعات والتقارير الرياضية، ونبدأ من تداعيات فوز نادي الشرطة بلقب دوري الكرة الممتاز للموسم 2018-2019، إذ ما زالت إدارة نادي الشرطة تتلقى التهاني والتبريك من عموم الشخصيات الرياضية العراقية بمناسبة الظفر بلقب دوري الكرة الممتاز للعام الحالي قبل انتهائه بجولتين. إدارة نادي الشرطة ودكتور وهاب الطائي نائب رئيس نادي الشرطة وإدارته تتلقى التهاني من عموم الشخصيات، وربما رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود بعث برسالة تهنئة وتبريك إلى إدارة نادي الشرطة لمناسبة الفوز بلقب الدوري. كذلك نجم التدريب الآسيوي الكابتن عدنان حمد وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والشخصيات الإعلامية اللي باركت جماهير فريق الشرطة. اتحاد الكرة قرر أن يكون التتويج خلال مباراة فريق الشرطة القادمة في بغداد ليكون ختامها مسك بالنسبة لفريق الشرطة اللي ظفر بلقب دوري النخبة للموسم 2018-2019 الحقيقة قبل انتهاء مباريات الدوري بأسبوعين وجولتين إثر خسارة فريق القوة الجوية أمام فريق النفط بهدفين مقابل هدف واحد. كادر عمل الشوط الثالث هيئ هذا الفاصل اللي راح نقدمه هدية متواضعة إلى فريق نادي الشرطة، إلى لاعبي، إلى جماهيره، إلى الكادر التدريبي الحقيقة اللي نجح نيبوتشا ومن معه أحمد صلاح، هيثم شبول، بالإضافة إلى الكابتن هاشم رضا، وإلى كل الجهود الخيرة التي عملت لتتوج فريق الشرطة بطلا لدوري الكرة الممتاز. نتابع هذا الفاصل. تريم كرة عرضية، جول، جول تاني وعملها تاني اللاعب المتميز رقم 18. إذن نكرر التبريك والتهاني لفريق الشرطة لجمهوره، وحظ أوفر لبقية الأندية. نتمنى لفريق الشرطة أن يكون خير ممثلنا في منافسات البطولة الآسيوية المقبلة، كونه سيمثل العراق بطلا للدوري وممثلا في دوري الأبطال، وفريق الشرطة قادر على أن يكون رقما صعبا في هذه المنافسات. أيضا من ضمن متابعاتنا اللي تحدثنا عنها يوم أمس وتداعيات الفيديو الذي ظهر مؤخرا وتناولته جميع وسائل الإعلام وربما صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي الحقيقة بينت أن هناك عصابة مسلحة دخلت في محاولة لاختطاف مصارعي نادي الكاظمية من الناشئين والأشبال، واللي ظهر الفيديو أن المتهم الحقيقي في هذا الموضوع هو نائب رئيس الإدارة سعد العبودي، اللي راح نشاهد هذا الفيديو. وطبعا مثل ما عودناكم دائما نحن في الشوط الثالث عبر الشرقية أن نضع النقاط على الحروف ونبحث عن الحقيقة الكاملة، أيضا سيكون هناك رد للسيد نائب رئيس إدارة نادي الكاظمية. نتابع هذا الفيديو سادتي المشاهدين اللي شغل الوسط الرياضي في اليومين الماضيين. ايش بيكم بابا؟ من طبع عليكم؟ واحد يحكي واحد بابا. طبعا علينا المسلحين ديت عبادي. ايه؟ بس احنا نريد نروح ليبيا. ايه شو؟ ها؟ لا بابا لا.
منو طبع عليكم بابا؟ شيلي دون ثلاثة مسلحين. ها؟ شنو شايلين؟ أسلحة. ها؟ أسلحة. كم واحد طب بابا؟ ثلاثة. إيه؟ شايلين أسلحة بس. شلون؟ إيه وحصروكم على صفحة؟ إيه. وكم سيارة؟ شنو نوع سيارة؟ شو شكلها؟ هاي السوداء تاها. هسا بابا لا تخافون أنا أطلعكم. يلا لا تخافون. أنا أوديك بابا هسا حتيجي قوة. الحقيقة هذا الفيديو اللي ظهر واللي من خلاله أشبالنا الله يحفظهم إن شاء الله يأكدون أن بيت العبادي يعني سعد العبادي ومن معه هم من دخلوا. الحقيقة صار لغط كبير وبالتالي نائب رئيس إدارة نادي الكاظمية سعد العبادي هو من اتهم من خلال هذا الفيديو اللي أكد لزميلنا زيد السراج في هذا اللقاء السريع اللي أجريناه معاه يوم أمس واللي أكد أنه عمله ونجاحه في استثمار نادي الكاظمية وعمل حدائق ومتنزهات أثر على المنافسين بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن الروح الرياضية. طبعا أنا عندي تعليق بعد أن نستمع إلى رد سعد العبادي نائب رئيس إدارة نادي الكاظمية المتهم في موضوع خطف مصارعي نادي الكاظمية. نتابع هذا الرد. بدينا أخذنا هذه القاعات اللي كانت مقاهي اللي أمامكم أخذناها 40 مليون من مالي الخاص وسويتها إدارة حضارية وبنينا بيها شلالات ونافورات وسويناها في شيء جميل يليق بنادي الكاظمية ويليق بسمعة نادي الكاظمية الرياضي. يعني شنو صحة هذا الفيديو وشنو القصد منه حجي؟ القصد منه أنه هو تدري الفيديو نذكر به أسمائنا يعني أسماء عائلتنا أسماء عائلتي ففيديو مفبرك واللي فبركه معروف إنسان معروف والقوات الأمنية راح تأخذ وياه إجراء وهذا اكو ناس بالهيئه الاداريه اعتيادي هم مو كلهم محبين ولا كلهم اعتيادي وقلت لك انه المشروع الناجح بلدنا مع الاسف يبدي يهاجم يعني احنا الانسان الفاشل دائما ما حد ما يجي يمه ترى الانسان الفاشل والمشاريع الفاشله ما حد ما يتقرب لها بس المشروع الناجح اكيد تتوجه له الناس تتوجه له الانظار فلذلك من نجحنا بينت اكو اجراءات امنيه ضد اللي فبرك هذا الفيديو حجي طبعا هم اخذوا اصوات من عده مدربين لان هي صارت بقاعه المصارعه وهاي قاعه المصارعه سوت لنا عده اشكالات سابقه ف يعرفون اكثر حتى اتحاد المصارعه يعرف شنو قاعه المصارعه فهذا شيء انا يعني ما رد احكي هذا هم نادي وهذا احنا نريد نصحح ونريد نسوي مسار للتصحيح فمثل ارجع السؤالك ان هذا الفيديو تفبرك في سبيل ان يوقفون عجله التقدم اللي تصير بالنادي اللي مثل ما تشوف انت نادي ما تمتلكه المؤسسات اللي هي بالدرجه الممتازه. شكرا لزميلنا زيد السراج والى السيد سعد العبادي. يا اخي سعد كنا نتمنى ان تفصح عن اسم اللي فبرك هذا الفيديو لان هذا الفيديو اقلق عوائل الرياضيين المصارعين المتواجدين بالنادي. سوينا الحقيقه احنا يعني يا دوب نريد نقنع الناس انه احنا رجعنا نتنفس ووضعنا طبيعي، لكن هذا الفيديو اللي حضرتك الان متاكد انه مفبرك كان المفروض تكشف عن الاسماء الحقيقيه، وبالتالي انا ايضا اطالب وزاره الداخليه والمعنيين بالتحقيق في هذا الموضوع، وايضا الجاني يجب ان يكشف الى الاعلام، لان احنا الان نريد نقنع الناس انه احنا الان رجعنا ودا نتنفس ونحاول ان نعيش ونمارس دور الرياضه العراقيه اللي بيها الحقيقه كم كبير من الابطال، رغم انه اكو الان تقاطعات ومصاعب وامور كثيره والله دا تاثر على الرياضه، احنا الان في هذا البرنامج الحقيقه يعني نريد نطلع المنجز والالعاب والرياضه حتى نستمتع باللمحات الرياضية والفنية، لكن هذا اللي دي يصير الحقيقة دي يأثر تأثيرا كبيرا على مفاصل الرياضة. سعد العبادي سيكون قريبا معنا للتحقيق في هذا الموضوع. نذهب إلى
نينوى الغالية الموصل الحبيبة، والحقيقة بطولة الأكاديميات بكرة القدم اللي شارك فيها عدد كبير من الأندية واللي احتضنها ملعب الدواسة. زميلنا محمود السليفاني كعادته كان حاضرا، وهي لكم هذا التقرير عن منافسات هذه البطولة، نتابع. ضمن النشاطات الصيفية وبعد انتهاء الامتحانات للطلاب الصفوف المنتهية، انطلقت قبل أيام قليلة منافسات بطولة أكاديميات محافظة نينوى بكرة القدم وعلى أرض ملعب الدواسة الرياضي. احنا نوعد الجمهور الرياضي نقدم ما هو الأفضل والأحسن بالنسبة لتطوير الشباب. احنا الحمد لله فائزين لحد الآن، ونتمنى الموفقية للفريق المنافس، ونرجو من الجميع انه يتابعون الفرق الشبابيه في هذه المحافظه كي تصب وترفد في الانديه. بدات البطوله بمشاركه اكثر من 20 فريقا مثلوا الساحلين الايمن والايسر من محافظه نينوى، بلقاء فريق اكاديميه نادي الموصل واكاديميه الرماس، والتي انتهت بفوز اكاديميه نادي الموصل بهدفين دون رد. شارك بالبطوله 24 اكاديميه يمثلون جميع محافظه نينوى من اقضيه والنواحي. الغايه من البطوله هو تشجيع الشباب لجلب المواهب للانديه. نتمنى ان تلقي البطوله مستواها الحقيقي. البطوله يعني احنا ما نقدر نقول ما جيده، جيده جدا، ولكن احنا نعاني منها اكثريه قسم من المدربين يحاول. احنا نسوي مواليد 2001، فقسم من المدربين يحاول يجيب 2000 يجيب 1099 فيخربط برامج البطوله هذه. فاحنا نريد من المدربين والمسؤولين على البطوله، احنا فئات عمريه 2001 وراح نسوي 2002 و2003 و2004، خلي تستمر البطوله بدون تزوير. الغاية من إقامة هذه البطولة هي اختيار فريقا واحدا لتمثيل محافظة نينوى في بطولة أكاديميات العراق بكرة القدم، والتي من المؤمل إقامتها في العاصمة الحبيبة بغداد في وقت لاحق. لبرنامج الشوط الثالث، محمود السليفاني، قناة الشرقية. شكرا محمود، والموفقية والنجاح إلى جميع الأندية والرياضيين في الموصل العزيزة الغالية اللي نتمنى أن ترجع إلى سابق عهدها وبقية محافظاتنا المحررة. أكيد راح نكون معكم أولا بأول بتغطية شاملة لكل رياضات محافظاتنا العزيزة. أخيرا وقبل الانتقال إلى المحور الرئيس، خليل هاشم مشرف كرة نادي سوق الشيوخ من محافظة ذي قار العزيزة الغالية اللي نافس في مباريات الدور التأهيلي، الحقيقة انتقد السيد عصام الديوان رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن صرف الأموال وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة لمدة 15 سنة، انتقده انتقادا كبيرا بمساهمته بقطع المنح عن نادي سوق الشيوخ المالية. يعني هاي المنح المخصصة لهذا النادي اللي من خلال الحقيقة كان من الممكن أن يلعب فريق سوق الشيوخ في منافسات الدوري الممتاز، لكن العوز والقحط والإهمال والنسيان اللي يلحق هذا الفريق، اللي نوجه التحية إلى كل الجهود الخيرة اللي الحقيقة صرفت من جيوبها حتى الفريق يجي لبغداد ويلعب مباريات الدور التأهيلي وفاز على نادي الكوفة. لكن يعني هاي إمكانيته لهذا النادي. فالحقيقة نتابع خليل هاشم في هذا الاتصال اللي أجراه فريق عمل الشوط الثالث معه، تحدث بمرارة عن ما فعله عصام الديوان بحق هذا الفريق اللي يمثل جزء مهم من مدينة ذي قار العزيزة الناصرية الغالية، نتابع. والله خلينا نحكي لك بصراحة وخليها تنقلها ونوصلها للجميع، يعني الدعم المادي من رئيس النادي ومن أعضاء الهيئة الإدارية هو هذا المبالغ، يعني كل احنا نطلب النادي هسه، احنا أنا مشرف فريق وأنا أطلب لي بالعشرين 25 مليون، ما أعرف والله يعني الفترة الجاية شلون راح نتسدد مبالغ بسيطة. والله لا مجلس محافظة لا مجلس بلدي أي واحد ما له بهذا الفريق أي نسبة مادة، لذلك احنا حتى يعني ناشدكم من خلال قناتكم أنه يعني كافي السيد عصام الدين لأكثر من مرة ناشدناه أنه ينطينا منحتنا اللي متوقفة، يعني ذيك المرة يقول لنا
والله يا 5 ملايين. كلام يواصل المسؤول ومستعد اواجه عصام الديوان. لحد الان ما اعطيناها، ولاجل يعني ما اعرف شنو المبررات اللي قاعد يسويها عصام الديوان ويانا وهو من سوق الشيوخ. قلنا ليش انت ابننا ابن الناصريه، ليش منحتنا متوقف هذا النادي؟ لو الى دعم مالي، لو عصام الديوان طالق منحتنا قبل فتره، الان احنا نتاهل للدور الممتاز، وانا مسؤول عن كلامي. عصام الديوان يتحمل ما يصير بنادي سوق الشيوخ. طبعا هذا ما تفضل به الأخ العزيز خليل هاشم اللي يتحدث وبمرارة، ونقول لك يا عصام الديوان أنت الفلوس ده تصرفها مو من جيبك، هاي فلوس مخصصة إلى أنديتنا ومحافظاتنا، والوزارة وزارة الشباب تدعم هذه الأندية. أما أنت تريد تستهزئ بهذا النادي اللي يمثل، للأسف هو يمثل محافظتك ويمثل مدينتك، يعني أنت إذا ما عندك حنية على مدينتك شلون راح تحن على بقية الرياضات؟ يا جماعة هو هذا الحقيقة. وأكو لغط كثير صار على عصام الديوان في السنوات الأخيرة، في الفترة الأخيرة ماكو وكيل صار له 15-16 سنة، الآن دي يحاول أن يلعب على أوتار اللجنة الخماسية، وأكو مشاكل كثيرة الحقيقة، وهو غايب الآن عن الساحة. لماذا لم يوزع الأموال إلى الاتحادات الرياضية اللي واقفة ومشلولة؟ فالحقيقة هذا الموضوع اللي نتمنى أن يكون هناك رد. وأيضا أكو بعض الأمور تقول أنه الرجل الآن بما أنه حس هو على أبواب تقاعد يريد يوصل بشتى الوسائل إلى رئاسة اللجنة الأولمبية على حساب حطام الرياضة العراقية. هذا شيء إحنا ما نرضاه. إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم وموضوع المؤتمر اللي الحقيقة انعقد يوم أمس. كان من المفترض أن اللجنة الخماسية المنبثقة من قرار 140 لمجلس الوزراء والخاصة بتوزيع الأموال على الاتحادات الرياضية انقلب وصار اجتماع للجنة الخبراء، وهذا المؤتمر اللي انعقد يوم أمس كان لا لون ولا طعم ولا رائحة، بدليل رؤساء الاتحادات وصفوا الاجتماع بمثل عراقي تي 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 مثل ما رحت جيتي. عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم المتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة، أمين عام اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد الفروسية السيد حيدر الجميلي. أستاذ حيدر مرحبا بك ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية. مرحبا بك أخي محمد، حياك الله، ونشكركم ونشكر الكادر المختص بالشوط الثالث، وتحية لك ولجميع مشاهدي البرنامج الرائع. الله يحفظك أستاذ حيدر. ما الذي حصل في اجتماع الأمس؟ ربما نحن أجرينا استطلاع مع رؤساء الاتحادات اللي الحقيقة تفاجأوا أنه المؤتمر لم يقدم شيء، لم تحدد مواعيد لصرف الأموال، وبالتالي الرياضة بقت مشلولة ورياضيين ما زالوا يعانون العوز. أنت كيف رأيت هذا الاجتماع اللي حضر جميع رؤساء الاتحادات الرياضية؟ نعم، يعني في البداية الاجتماع كان يعني بدعوة أنا بلغت من قبل السيد أمين سر اتحاد الفروسية العراقي بتواجدي يوم 15 الشهر حول وجود اجتماع في وزارة الشباب والرياضة، لكن صراحة ما كنا نعرف شنو فحوى هذا الاجتماع، يعني ما وصلت لي أي معلومة حول فحوى هذا الموضوع. أنا لكن تواجدت بحكم كوني رئيس الاتحاد الفروسي، حضرت بهذه الصفة. اللي يعني لاحظنا من خلال الاجتماع كثير من الإخوان رؤساء الاتحادات طرحوا طروحات كانت بالفعل هي يعني محض يعني لفت انتباه من الجميع، أنه ما كان أكو لهذا الاجتماع برنامج مسبق معاد مناقشة معدة ومسبقة حتى نكون احنا يعني مستعدين الى طروحاتنا لهذا المؤتمر. لكن يعني كانت هناك عده يعني نقاشات طلبوا بها رؤساء الاتحادات انه تكون هناك مثلا توصيات بخصوص او تعليمات تصدرها اللجنه الخماسيه او اللجنه المشكله من قبل وزاره الشباب والرياضه او من اللجنه الخماسيه لاقرار منهاج الاتحادات الرياضية. يعني اكو تخبط واضح. احنا انا صراحة كرئيس اتحاد يعني قدمت المنهاج المتكامل من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019. احنا نسمع انه بعض الاراء لا قدمونا شهرين، قدمونا مال
من الشهر السابع الى الشهر نهاية ال 12. طيب احنا عندنا نشاطات كانت بالشهر الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس، اكو اجراءات يعني قام بها الاتحادات وصرفيات تنفذت من قبل اللجنة الاولمبية، شنو مصيرها؟ هاي صراحة ما نعرفها، خصوصا اكو بعض الاتحادات تطلبها، يعني تطلب مطلوبة مبالغ من قبل شركات الطيران، من قبل الفنادق، المطاعم اللي يجرون نشاطاتهم الداخلية او الخارجية بالخارج عليها. نعم احنا صراحة هاي المرحلة انه نتمنى يكون انا اتمنى حسن الظن بالجميع، يعني احنا نريد تهمنا الرياضة العراقية انه تمشي، خصوصا انه احنا من الشهر الثالث لحد هاي اللحظة في تخبط، والاتحادات عندها احباط، اللاعبين عندهم احباط صراحة، يعني احكي لك اياها بالفم المليان. احد الاخوان البارحة من رؤساء الاتحادات قالوا يعني بعض اللاعبين تركوني وراحوا يعملون بغير اعمال، يعني ملوا، ما يحسون اكو فد واعز رياضي يدفعهم او ناس تهتم بيهم، اكو او منهاج يعني يمشون عليه. مشكله يا اخي، احنا مقبلين على اولمبيات وعلى تصفيات، وخصوصا هاي المرحله حرجه. بعض الاتحادات الان لازم تشترك حتى تكون في الفورمه بالتاهيل، يعني حتى يحصلون على التاهيل للمشاركه في اولمبيات اليابان 2020. نعم حتى احنا كلجنه اولمبيه مكلفين انه نقدم منهاج للرياضيين اللي راح يتاهلون، صراحه ما دا نعرف نقدم هذا المنهاج. انا شخصيا ما اعرف اسوي في الدراسه حتى اقدمها اقول اني شنو النشاطات اللي راح اسويها، لانه ما الاتحادات ما دا تبين عندي اللي راح تتاهل واللي ما راح تتاهل، اللي يصير عندها مشاركات او مصير، كل هذا بسبب يعني المال ترى هو عصب حياته اخ محمد، يعني مستحيل انه الاتحادات الرياضيه تمشي. نعم. وبالتالي يعني ما اعرف هل هناك مثلا جنبه قانونيه بصرف الاموال، قرار مجلس الوزراء الموقر اللي هو القرار 140 بتشكيل لجنه خماسيه تدير عمل صرف الاموال للاتحادات الرياضيه. يعني انا بعض الاتحادات هسه انا ما اقدر احكي عن نفسي. نعم. لانه انا قدمت المنهاج متاخر ولحد الان ما تمت مناقشه منهاجي. بعض الاتحادات تقول احنا صراحة ناقشنا المنهاج بس لحد الآن، وفتحنا حساب بس لحد الآن ما استلمنا هاي الأموال. أستاذ حيدر، خيرة بأمرهم، يعني خلينا نكون أستاذ حيدر، الله يكون بالعون، يعني الله بعد إذنك بالعون. يعني خلينا نحكي بالمنطق والقانون. ترى الآن الميزانية اللي أقرها مجلس الوزراء من أموال العراقيين والبالغة أعتقد 27 مليار دينار عراقي تصرف إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، فإحنا خلينا نكون واقعيين ومن الحقيقة ملف. نعم. والدور، لأن إحنا هنا في منبر نوصل الحقيقة كما هي. لا يحق لا لجنة خماسية ولا سداسية ولا جرين دايزر ولا ساسوكي يصرف الفلوس ما عنده غطاء وشرعية من قبل حكومة ومن قبل قرار قرر مجلس النواب ومجلس الوزراء. وبالتالي هاي اللجنة المفروض احنا اذا فعلا منطقيين ونبحث عن الحلول ونريد نقضي على الفساد، يصير تعاون ما بين اللجنة الأولمبية العراقية وما بين الأمانة المالية اللي خاصة باللجنة وما بين اللجنة الخماسية، حتى تبعد اللجنة الخماسية وتصرف الأموال المخصصة قانونا للجنة تحت غطاء قانوني وتقعد مع اللجنة. يابا هذا الاتحاد نصرف لفد 30-40 مليون، شو تقول استاذ حيدر، كابتن رعد، كابتن سرمد؟ اي نعم هذا يصرف، حتى نكون منطقيين. هاي سياسة اللف والدوران والمماطلة والتسويف وين راح توصلنا؟ حيدر خل نحكي احنا الان بمنطق، والله العظيم نحن مع الحكومة في الكشف عن الفساد في مجال الرياضة والسيطرة على الأموال، ونقول يا بالحكومة من حقها تصرف الأموال، بس هذا الضحك على الذقون، وجيب لي الوخذ عتابة ويومية مؤتمر ويومية هزة تمرية نخلة، وين راح نوصل؟ كابتن حيدر تفضل. صراحة أستاذ محمد، شوف هو المجلس الوزراء الموقر هو اللي يقدم المنهاج السنوي الميزانيات لجميع يعني لعموم العراق بكل الوزارات وكل شيء. بالتالي أقرر مجلس النواب الموقر مبلغ 27 مليار دينار لعام 2019. أما بخصوص يعني صراحة هاي صرف هذه المبالغ، احنا كلجنة أولمبية عندنا ضبابية على الموضوع، لأن ما دا نلقى إجابات. نعم. صراحة يعني كان هناك سؤال إلى مجلس النواب الموقر، إلى لجنة، إلى رئاسة اللجنة المالية، رئاسة اللجنة المالية بعثت بكتاب
الى وزير الماليه بايقاف باعاده يعني ايقاف الصرف المال، لانه الى ان يتم التحقق كون هذا المبلغ صرف الى ميزانيه اللجنه الاولمبيه، ولا يحق بالتالي لاي مخول ان يصرف هذا المال بدلا على اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه. لكن ما اعرف اني هذا الكتاب راح الى وزاره الماليه وتعتم عليه وما صار اي اجراء. انا اقول لك انه اكو ضبابيه بالموضوع. هسه احنا كلجنه اولمبيه اني اللي افتهمه انه هذا الاموال مصروفه انه، اما تقول لي راحت للجنه الخماسيه وشلون تنصرف، هاي بعد مسؤوليه الدوله اذا هم مصدرين كتاب واحنا نحترم قرارات الدوله واحنا ابناء الدوله وما عندنا بالضبط صدقني ولا طمعانين انه المال يجي ينصرف يمنا او يم غيرنا. المهم انه احنا الاتحادات تاخذ استحقاقاتها، وهاي طبعا واجب علينا واجب على الدوله وليس منا. نعم. ياخذون استحقاقاتهم، لكن انا اقول لك لحد الان اكو ضبابيه، بالتالي يعني حتى الاتحادات اليوم من تصرف هاي المبالغ يعني باكر عقبه من تريد تطفي هاي السلف، من المسؤول عليها هاي الاموال؟ لحد الان يعني احنا ما نعرف من اللي راح يطفي السلفة للاتحادات الرياضية. اثنين هاي المبالغ باكر عقبه من تصير حسابات ختامية للدولة ولديوان الرقابة المالية، من تريد يسكر حساب اللجنة الأولمبية اللي هي عام 2019، هل هذه الأموال سوف تحسب على اللجنة الأولمبية وهي ما مو بكيفها صارفة هاي الأموال؟ وزارة الشباب والرياضة هي اللي صارفة هاي الأموال وفق لجنة خماسية، أنا أعتقد حتى اللجنة الخماسية هي ما مسؤول عليها وزارة الشباب والرياضة باعتبارها هي مكلفة من قرار مجلس الوزراء الموقر بالرقم لجنة القرار 140، يعني هي بالتالي حتى أنا أعتقد هي مفصولة عن وزارة الشباب والرياضة، لكن ممثلها من وزارة الشباب والرياضة. فبالتالي بالإمكان بما أنهم لا مع وزارة الشباب والرياضة ولا مع اللجنة الأولمبية، هم ارتباطهم برئاسة الوزراء، خلي تكون اكو فد يعني شرح مفصل، خلي استاذ حيدر يعني اخوان ليش مكرهم الا بوزاره الشباب الوزاره والرياضة. الوزاره باللجنه الاولمبيه الوزاره مصدره بيان، احنا تلقينا نسخه من عنده، معناتها هي غير راضيه على اللجنه الخماسيه وتقول، وهذا البيان اني احكي يقول اوضحت الوزاره انها مستعده لتغيير اي شخص باللجنه الخماسيه يحاول استغلال مكانه لأمور شخصية. معناتها أكو لغط على بعض الشخصيات في اللجنة الخماسية تريد تمارس سطوتها لأن صارت الفلوس يمها، وبالتالي هو الكلام معروف موجه على منه، لأن هو هذا الرجل الآن عنده طموح يريد يصير في مكان ما. وبالتالي الآن هذا المؤتمر اللي صار البارحة كنا نعقد عليه الكثير الكثير، لأنه احنا توقعنا لجنة خماسية وراح تقعد ويا رؤساء الاتحادات، تعالوا يا بش محتاجين شنو مشاركاتكم، أما هذا الاجتماع وكتابنا وكتابكم وجيبوا ودي، والتالي شلون احنا الآن مقبلين على بطولات آسيوية وبطولات عربية، عندنا استعداد لبطولة طوكيو 2020، احنا الان بدنا ندفع ثمنها، فيجب ان تكون هناك حلول. استاذ حيدر الان انت يعني كرئيس اتحاد الفروسيه وكثيرين من رؤساء الاتحادات، ايش طلعتوا بيا حصيله بعد المؤتمر؟ سولف لي. والله استاذ محمد انا ما اخفيك سر، احنا كرؤساء اتحادات، انا كرئيس اتحاد احكي لك عن نفسي، يعني احنا متاذين كلش يعني صراحه، أنا خصوصا اتحادي به خصوصية. هسه أنا ما أريد أحكي شخصا الموضوع بس فقط باتحادي، خلي يكون الموضوع عام، ويعني ما أعرف إذا يخولوني رؤساء الاتحادات إخوتي أنه أتكلم عنهم، يعني إحنا متأذين لأنه أنا اليوم مثلا 4-5 أشهر ما مصروف إلي مبالغ لإدامة هاي الخيل اللي عندي في مجمع الفروسي، أنا أمتلك 50 جواد، بالتالي أنا اليوم يلا سمعت أنه معالي وزير الشباب والرياضة موافق أنه مشكور انه يصرف لي سلفه 50 مليون، بس انا ما اعرف هاي السلفه شو وقت راح اقدر استلمها، خصوصا انه اكو حساب. ليش مشكور؟ يعني هي من جيبه احد المصارف. ليش مشكور؟ مشكور ليش؟ يعني دي هو دي يطلع من جيبه ويعطي يعني غير فلوس العراق هاي يا استاذ حيدر. لا استاذ محمد، هسه هو المال دي يجي من الدوله. نعم. معالي وزير الشباب والرياضه ايضا ابن الدوله ومكلف انه يعني يشوف هاي الاموال شلون بدها تصرف وباي طريقه. طيب اللي اتمنى تكون اكو فد ثقه كبيره بين الاتحادات وبين اللجنه الخماسيه
المشكله بامر الديواني المرقم 140. خلي يكون اكو فد مبالغ جيده تصرف للاتحادات أنا وبعدين اعود خلي يجون يحاسبون ويراقبون. طيب. لانه الوضع صار يرثى له الان يرثى له اخ محمد، يعني الاتحادات اني وياك ما تقدر تشتغل اني وياك الان اكو سطوه حكوميه نعم. احنا امتلكناها وموجوده عندنا ونعرضها في الوقت اللي احنا نراه مناسب، انه الان وزاره الشباب تمارس سطوه وضغط على أعضاء الهيئات العامة بالاتحادات من أجل تغيير رؤساء الاتحادات لمصلحة ما. والآن هسه الاسطوانة المشروخة الحقيقة اللي دا تحكيها الوزارة إنه إحنا ولد الدولة، فأنت ابن الدولة لو ضد الحكومة، وهاي ما صايرة. فذهب ضحيتها الآن هو أحد أبطالنا في لعبة السباحة، بطل عربي آسيوي، رجل أكاديمي، خريج تربية رياضية، رجل أمين مالي، رجل قدم للعراق الكثير، الآن أطيح به باختصار. يعني هاي السطوة اللي تمارسها الآن الوزارة بالضغط على الهيئات العامة من أجل الإطاحة بالشخصيات اللي ما ترغبها. باختصار ما هو ردك حول هذا الموضوع؟ ما أستاذ محمد، أنا أبدا ما أعتقد أنه هذا الحل المناسب لأنه نخرج من هاي الأزمة اللي تمر بها الرياضة العراقية. إذا ما يكون هناك تفاهمات وحوار جاد بناء، الكل يقعدون إلى طاولة واحدة، نترك الأمور الشخصية، لازم نحب الجميع، واحد يحب أخوه الثاني، لازم أنه إحنا نتعاون يا أخوان، لازم تكون أكو ماكو نقطة سوداء بقلبنا، الكل تكون هاي النقطة بيضة، واحد يحب الثاني، ولازم أنه ننهض باتحاداتنا، احنا لازم نساعد اتحاداتنا. من ساعد على هاي الخلافات؟ هاي الخلافات راح تؤدي الى تشنجات كثيره من قبل بعض الاتحادات، وراح يصير ايضا تخوف كبير، راح يصير انشقاقات، وهاي بالتالي اذا احنا اليوم نريد نرعى الرياضه ونصلح نعم. هاي ما راح تصير ابدا بصالح الرياضه. وانا اعتقد نعم. اعتقد اليوم اكو اتحادات عندها شرعيه وعندها قانونيه، ماخذه شرعيتها من الاتحادات من الهيئة العامة الداخلية ومن الاتحادات الخارجية الدولية، فبالتالي ما نعم. راح يكون إلا هناك تأخير فقط للرياضة نعم. وما راح يوصلنا هذا لا نتيجة. استاذ حيدر، نتمنى أنه ما نشتغل بهذا النفس نعم. اليوم أنا من أختلف وياك ما تحاول تبعدني نعم. أختلف وياك لازم تحاول النفس الموجود تقنعني وأقنعك ما نعم. نحاول يبعد استاذ الثاني. حيدر أنا وصلت إن شاء الله إن شاء الله تكون النية طيبة موجودة إن شاء الله إن شاء الله. أنا أشكرك جزيل الشكر، ويؤسفني أقولها بمرارة الحقيقة، كل رؤساء الاتحادات مو كلهم لا والله الكثير من عندهم ووجهنا لهم الدعوة، الحقيقة خايفين، يقول لك إحنا خاف نطلع الآن وتقطع علينا المنح، وبالتالي هذا سيف يسلط على رقاب الرياضيين اللي يطلع بالإعلام وعنده وجهة نظر ضد الوزارة وضد اللجنة الخماسية يطير راسه، لو يقيلوه ويسووا له فد مؤامرة وطرح ثقة، لو يحاربوه وما ينطوف له، وبالتالي هاي ما صايرة بالنظام السابق ما صارت. فإحنا الآن نبحث عن ارتقاء في مجال، يا جماعة نريد إنجاز، نريد نقعد نحل القضية رياضية وأهداف ونشاطات، لكن اللي دي يصير الحقيقة للأسف مشاكل في مشاكل، ونحاول أن نجد الحلول الناجعة للوصول إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. سادة المشاهدين، شكري الجزيل إلى السيد حيدر الجميلي أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية رئيس اتحاد الفروسية، كان ضيفا عزيزا معنا للحديث عن ما دار في مؤتمر يوم أمس. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. ملتقانا وإياكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث، وأنقل لكم تحيات جميع زملائي من رافقني في العمل ومخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. تبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.